الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، لقد تكلم المتكلمون جزاهم الله عنا خير الجزاء، فوضعوا النقاط على الحروف، ووضعوا اليد على الجروح. وأنا بدوري الآن أبارك لهذه القناة المباركة الطيبة، قناة دار الإيمان، التي سميت بهذا الاسم لأنها بهذا الاسم تبني الإنسان. وقد ابتعدت القنوات عن بناء الإنسان الحقيقي، فبنت جسده وآثرت أن يكون الجسد هو المحور الذي تدور عليه هذه القنوات. وأرادت دار الإيمان أن يكون بناء الإنسان من خلال هذا الإيمان الذي يدخل القلب، والقلب هو المضغة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. هنا بناء الإنسان، وهناك يقتل الإنسان، يقتل الأطفال والنساء والرجال في يوم، نحن في يوم الآن يتزامن فيه مباركتنا لهذه القناة في انطلاقتها السنوية الثانية مع ذكرى انطلاقة الثورة السورية. أيها الإخوة، سألني سائل واستوقفني واقف وقال: أما ندمت بالله عليك على كل كلمة قلتها على منابر دمشق وقلتها في بداية الثورة؟ قلت: لا والله ما ندمت. لماذا أندم؟ قال: أما ندمت وقد ترى آلاف آلاف القتلى وهذه الدماء التي تسيل، ولولا هذه الثورة لما عشنا هذه المآسي في كل يوم، وكنا نعيش نأكل ونشرب ونتمتع ولا شيء علينا. أما ندمت؟ قلت: لا، لم أندم، ذلك لأنني أعلم بأننا إن سكتنا وصمتنا فإن لعنات الأجيال القادمة ستلعننا صباح مساء. ذلك لأننا سكتنا عن الظلم والإجرام الذي كان من قبل الثورة بأربعين سنة، حيث محيت مدينة بكاملها، محيت حماة على سمع وبصر العالم كله، ونحن نسمع كذلك عن المساجين من أبنائنا منذ سنوات، منذ 20 و30 سنة في السجون يقبعون، يعذبون ويسحقون ويقتلون، وتريد منا أن نسكت؟ والله ما ندمت أبدا، ذلك لأنني أخشى من لعنة الله جل جلاله الذي قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. نعم أيها الإخوة، نحن لم نندم على أننا أنكرنا المنكر، وعلى أننا نصرنا المظلوم، وعلى أننا وقفنا في وجه الظالم. وكيف نندم والله عز وجل أمرنا بذلك؟ أيها الإخوة الكرام، ثانية أبارك لقناة دار الإيمان انطلاقتها، وأبارك لها برامجها، وأبارك لها بناء الإنسان على صعيد ما تبثه في هذه القناة المباركة. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.